السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر اللي معانا مهم جدا ولازم تشوفوا الفيديو للآخر، بس الأول عايزه اشتراك للقناة وانفعل الجرس وندوس لايك للفيديو، وتعالوا نشوف تفاصيل الخبر بتاعنا بيقول ايه. الخبر اللي معانا بيقول البرلمان بيرفض مقترح تقليص الأسبوع الدراسي ليومين فقط في الأسبوع. رفضت النائبة ليلى أبو اسماعيل أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان مقترح تقليص الأسبوع الدراسي ليومين، مقابل إن هيمدوا الفترة الدراسية في خلال اليوم لخمسة مساء، مشيرا إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يكون حلا لأنه سيؤدي إلى وجود نفس المشكلة مش هيحلها بالنسبة لفيروس كورونا، وهو الكثافة الطلاب. كما أوضحت ليلى أبو اسماعيل أن تقليل الدراسة إلى يومين في الأسبوع فقط سيؤدي إلى فشل سريع للطلاب ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، خاصة وأن المدارس لها دور كبير بالنسبة للطلاب. وطلبت أيضا اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في المدارس لوقاية الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على وزير التربية والتعليم أن يتبع أو يقترح اقتراح آخر حتى لو وصلت إلى تعليق الدراسة. وهنا بقى بيجي دور دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بيقرر عدة قرارات، وهي أول حاجة بيقول أن هناك عدد من المقترحات التي يتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وأبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فعلا زي هم ما بيقولوا، فقط مقابل أن يمتد إلى الساعة 5 مساء، والاستعانة بالتعليم أونلاين خلال باقي أيام الأسبوع. يعني هناخد يومين في الأسبوع، ده اقتراح الأول بتاع دكتور طارق شوقي، بالإضافة لبقية الأسبوع هيكون التعليم أونلاين. كما أوضح دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع إنه إذا طبق هذا النظام سيكون صعب جدا على أبنائنا الطلاب، وخاصة المرحلة الابتدائية، وإن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطلاب والمدارس، في حين أن لو تطبق يعني أو طبق على المرحلة الإعدادية ده هيبقى كويس جدا وهيبقى سهل بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المناهج، وذلك يعني زي الثانوية العامة كده، والتابلت والنظام ده هيكون فيه تواصل إلكتروني مع المعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديوهات. ولفت إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من المرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة. كما أكد أن قبل هذا السن اللي هو قبل رابعة ابتدائي يعني أن يتم التعليم بالورقة والقلم، وسواء على مستوى الكتاب أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية، يعني من كيجي لحد تالتة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا، ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بإيديهم لأسباب التعليمية يعني. وأوضح شوقي أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فالنظام التعليمي الإلكتروني سيقضي على الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية، لذلك فيروس كورونا بما فيه يكون منحة للطلاب يعني إن هم ياخدوا فرصة إن هم يتعلموا إلكترونيا. فده يعني المقترحين ان هم اقترحهم دكتور طارق شوقي للتعليم بداية من السنة الجديدة هيكون بنفس النظام اللي احنا قلناه دلوقتي. فده كان اخر قرارات البرلمان والدكتور طارق شوقي.